كابتن سلعاوي، كابتن مصطفى، ذكرني بالزبركي. بركتك ايه؟ عايش من شافك بقالنا كتير ما شفناك. اه والله لا انت في البال على طول. ربنا يخليك. الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ انت ما شاء الله انت في رياضه ولا لا؟ ما فيش حاجه خالص. خالص؟ ما فيش رياضه خالص؟ لا لا. ليه؟ يعني شويه كده بس. ما فيش مشي حتى؟ لا يعني بس مشي وحاجات بسيطه كده بس. اه في النادي. زهقت من الرياضه؟ اه خلاص بقى كفايه يا كابتن مصطفى. اكتشفت نجوم الفتره اللي فاتت؟ اه اكتشفنا طبعا في لجنه انتقاء المواهب في النادي. آه. فاكتشفنا وجبنا ناس من الاقاليم كتيره، من بورسعيد، من الزقازيق. يعني بتلفوا على المحافظات؟ اه بنجيب. اه في ثلاثه، في ثلاث لجان موجوده، باسكت وفولي وهاندبول. خلينا في السله النهارده. آه. لما رحت النادي الاهلي وتختبر كوره قالوا لك مفيش. اه ما تنفعش. ما تنفعش. والباسكت قالوا لي ما تنفعش. ما نفعت فيه. بعد كده تألق. تروح منتخب مصر وتروح اولمبي الجيمز في لوس انجلوس تبقى هداف البطوله. اه وكنا زمايل، كنت معانا حضرتك. لا ده احنا هنقعد بقى نتكلم. ان شاء الله. انت الصحه عال والاسره كلها الحمد لله كلهم بخير. في السلعه. انا سعيد جدا. ربنا يخليك. ربنا يسعدك. الحمد لله. قول لي، في حد من الاولاد هيرجع الزمن الجميل بتاع السلعه؟ اه عندي الولد والبنت. الولد والبنت. اه بيتنفسوا سله والمدام. آه. كان بتلعب سله. اه وابني كريم دكتور في الاكاديميه البحريه كان بيلعب سله ودلوقتي حكم دولي في ما شاء البصر. الله ما شاء الله. آه. يعني عيله كلها في السله. اه الحمد لله. شربوا بقى. احنا سعداء بوجودك معانا. انا اكتر. وهنلقي الضوء على الانجاز الكبير اللي انت عملته ومشوارك الطويل في كره السله. جاهزين كابتن مصطفى؟ ربنا يخليك. اتفضل هنشرب حاجه ونتفرج على التقرير وبعد كده نرجع نتكلم بقى زي ما انت عايز.